إن من أعظم غايات القرآن أن يعظم الله عز وجل في القلوب، ولا يحسن بمؤمن ولا مؤمنة أن يأتي عليه سواد الليل منذ غروب الشمس بعد الفراغ من صلاتي المغرب والعشاء، ثم يؤذن للفجر ولم تقم قدماه بين يدي الله، ولم يأتي عليه لحظات يقف فيها بين يدي ربه يقرأ القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل ذكره وتبارك اسمه: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. النجاة من النار أعظم الفوز، ودخول الجنة منتهى السعادة، ولا يمكن أن تطلب الجنة والنجاة من النار من غير عمل. وأعظم الأعمال الذي ينجي الله به من النار ويكون سببا في دخول الجنة أن الإنسان إذا انفرد بنفسه ولم يبقى أحد يراه إلا مولاه وجد في نفسه إقبالا على الطاعة، وأتى موضع وضوئه ثم موضع صلاته، ثم وقف يناجي ربه بقرآنه بكلامه جل ذكر، يفعل هذا وهو فرح مقبل على الطاعة مثنيا على ربه أن الله اختاره وأقامه بين يديه. ولا يوفق لهذا إلا من حفظ دينه في النهار، فمن حفظ دينه في النهار يكرمه الله بأن يحسن وقوفه بين يديه.